الحالات الجوية. إذا سوف أتقاسم معكم إذا الدياقو. دونك ظاهرة. إذا الموضوع اليوم هو يتعلق بالتعرف على العناصر الفيزيائية التي يمكن العناصر الفيزيائية للغلاف الجوي والتي نعتمد عليها في دراسة الخرائط الجوية، وسوف نعتمد على الخرائط التي يتم يعني قراءتها من خلال النموذج أو نظام التنبؤ الشمولي GFS، اللي هو نموذج يمكن من التنبؤ بالحالات الجوية بناء على الدورة الهوائية العامة. وتنظن بأن كل الطلبة الذين اشتغلوا على يعني الدراسات المناخية كانت لهم مناسبة لدخول هذا الموقع اللي هو veter3.de، اللي هو موقع يعني ألماني، والذي من خلاله يمكن يعني تحميل مجموعة من الخرائط، ويحتوي على مجموعة من المعطيات للخرائط الجوية بجميع أنواعها وأشكالها، لدرجة أن المعطيات بهذا الموقع يعني غنية وغزيرة جدا. والهدف من هذا التكوين هو محاولة التعرف على أهمها لاستغلالها الاستغلال الجيد. إذا دراسة الخرائط الجوية كما رأينا بالأمس يتم عبر دراسة الخرائط الجوية بالسطح وبالأجواء العليا. وللتذكير فبالأمس قلت بأن الغلاف الجوي يمكن دراسته بناء على مثلا بالنسبة للضغط الجوي، يتم دراسته بالنسبة للضغط الجوي على مستوى سطح البحر، ودراسة الضغط الجوي بناء على مستوى ارتفاع المساحات الجيووضعية بمختلف الارتفاعات. إذن فالموضوع الأول وهو المتعلق ب كما قلت بدراسة الخريطة الجوية على مستوى سطح البحر، وهذا مثال لهذه الخريطة الجوية على مستوى سطح البحر لأحد الأيام اللي هو 3 شهر أكتوبر 2012 على الساعة 6 مساء. وهذه الخريطة الجوية يعني تحتوي على عديد من المعلومات، والتي يمكن أن يعني أن نقرأ أهمها. أولاً هذه الخطوط، أولاً هذه الخريطة يجب أن نتفق على مسألة مهمة، وهي خريطة سينوبتيكية. C'est une carte synoptique. Alors الخرائط les cartes synoptiques sont des cartes اللي عندهم واحد اللي تعطينا واحد نظرة واحد صورة على الحالة الجوية على مستوى على مستوى جغرافي واسع، يعد تقريبا ب 2000 كيلومتر. يعني مثلا بهذه الخريطة فهو يمتد الى ما فوق 2000 كيلومتر، يشمل يعني دول عديدة من شمال افريقيا واوروبا الغربية والمحيط الاطلسي وشمال اوروبا وايسلندا كذلك. اذا ف الخريطة تضم يعني الخريطة الجوية على مستوى سطح البحر، فهي تضم خطوط، هنا خطوط متساوية الضغط الجوي، وهذه الخطوط متساوية الضغط الجوي يعني لها أرقام
تمثل قيم الضغط الجوي، يعني مثلا هنا قيمة الضغط الجوي فوق المغرب في هذه الحالة هو 1015 هكتو باسكال. وعندما نمر في اتجاه الشمال سوف نجد بأن هذه القيمة لم تتغير، وخط مار كذلك عبر فرنسا كذلك قيمته هو 1015 هكتو باسكال، وبينهما يوجد خط أو دائرة تمثل قيمة 1020 هكتو باسكال، وهذا يعني بأن الضغط ارتفع من تقريبا من المغرب في اتجاه غربي البرتغال ليصبح الضغط 1020 هكتو باسكال. ثم نمر إلى شمال أوروبا والمحيط الأطلسي ونلاحظ تواجد يعني خطوط دائرية تمثل انخفاض الضغط في اتجاه المركز، كما تلاحظون هنا مثلا 1015 1010 1005 إلى 995، وهي خطوط وهي دوائر تمثل المنخفضات الجوية. وكذلك فوق أوروبا الغربية منخفض جوي. إذن هذه الأشكال الممثلة على الخريطة هي تمثل الأشكال ما يسمى بالأشكال البارومترية، الأشكال البارومترية التي تمثل في الواقع ما نعرفه جميعا، وهو الضغط المرتفع والضغط المنخفض. ولتذكير يعني كما جاء في بالأمس، فالضغط المرتفع يمتاز بارتفاع الضغط في اتجاه المركز، والضغط المنخفض يمثل انخفاض الضغط في اتجاه المركز. ثم للتذكير كذلك بما جاء بما قدمته بالأمس، وهو أن خرائط الضغط الجوي على مستوى سطح البحر فهي تمثل قيم الضغط على يعني يتم تصحيح القيم المسجلة بالمحطات وإرجاعها إلى قيم الضغط عند مستوى 0 متر أي مستوى سطح البحر. هذه الضغوط الجوية أو الأشخاص إذا بدنا نقول البارومترية المتواجدة على هذه الخريطة فهي تمثل ليس فقط المنخفضات الجوية هنا والمرتفعات الجوية هنا، يعني على الواجهة الشرقية للخريطة شمالا وفي الوسط وفي الشمال الغربي للخريطة منخفضين جويين. إذن المنخفضات والمرتفعات الجوية في الخريطة تبدو على شكل تقريبا على شكل دوائر، على شكل دوائر يرتفع الضغط فيها في اتجاه المركز بالنسبة للضغط المرتفع، وينخفض الضغط فيها في اتجاه المركز بالنسبة للضغط المنخفض. إلا أننا يمكن أن نميز كذلك أشخاص بارومترية أخرى، وهي أولا الماغي باروميتريك المتواجد في المغرب. إذن نتحدث عن الماغي باروميتريك عندما كما هو الشأن في هذه الخريطة، عندما لا ينخفض الضغط عند مسافة بالنسبة لمسافة بعيدة أو طويلة جدا. مثلا لاحظوا معي هنا بالنسبة للمغرب، من المغرب إلى حد إلى 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 في اتجاه الشمال حتى حدود وسط فرنسا، نجد بأن الضغط لم يتغير، يعني ظل دائما يساوي 1015 هكتو باسكال. 1015 هكتو باسكال هذا يعني بأن هذه الوضعية البارومترية تسمى بأماغي باروميتري. وهذه الوضعية ميزتها الخاصة هي انعدام الرياح، يكون هناك تكون الرياح منعدمة تماما، ويمكن أن تتخللها بعض المنخفضات الجوية كما نرى هنا فوق إسبانيا، يعني بالقرب من جبال البيريني منخفضات جوية قد نجدها هنا، وقد نجدها كذلك في بعض الحالات الجوية فوق الجبال الأطلس المغربية في بعض الأحيان.
وكذلك فوق جبال الألب في أحيان أخرى. إذن ماغيباغومتريك تمتاز بانعدام تغيير الضغط ورياح ضعيفة وتواجد منخفضات جوية صغيرة فوق الجبال تدل على تواجد ديزوراج دو مونتان، يعني تساقطات مطرية أو زخات مطرية عنيفة نسبيا تحدث فوق الجبال. بالنسبة للمنخفضات الجوية كما قلنا سابقا، فالمنخفضات الجوية ميزتها أنها تمتاز باضطرابات جوية، وتمثل فوقها هذه الخطوط التي سوف نتعرف عليها، وهي التي تمثل يعني نظام الجبهات. والمرتفعات الجوية هي مناطق الاستقرار الجوي، مناطق الاستقرار الجوي التي يكون فيها الجو صحوا وانعدام التساقطات المطرية. ثم هناك وضعية أخرى وهي الامتدادات التي قلت سابقا بالأمس، امتدادات التي تتواجد بالمنخفضات الجوية، فهي تسمى بالتالفيك أو الوادي. وهذه الامتدادات للمنخفضات الجوية في اتجاه في هذا الاتجاه مثلا، فهي تحمل الجو المضطرب في هذا الاتجاه. والمرتفعات الجوية بامتدادها في هذا الاتجاه فهي تمثل ما يسمى بالدورسال أو الظهر، وهي تحمل الاستقرار الجوي لهذه المناطق. ثم الشكل البارومتري الرابع أو الخامس فهو ما يسمى بأنكول. أنكول هي منطقة تتواجد بها يعني مثلا في هذا الاتجاه نمر من منخفض جوي إلى منخفض جوي آخر، ومن الشمال في اتجاه الجنوب مرتفع جوي، ثم في اتجاه الجنوب مرتفع جوي آخر. وهذه المنطقة التي يتواجد فيها المرتفعات الجوية والمنخفضات الجوية بشكل معين تسمى بأنكول. وهذه المنطقة غالبا ما تكون الحالة الجوية بها جد متغيرة، أي أنها تارة تعرف اضطرابات أو جو مضطرب ورياح في اتجاه معين، وتارة أخرى تعرف استقرارا جويا وتغييرا في اتجاه الرياح. إذن تتسم هذه المناطق ديال لوكول باغومتريك بتغير سريع في الحالة الجوية. إذن إضافة إلى ذلك فالخارطة الجوية كما تلاحظون هنا تحتوي على عديد من على أرقام ورموز متعددة، ويمكن التعرف على هذه الرموز من خلال هذا الشكل هنا الذي يوضح هذا الكم الكبير من المعطيات التي تحمله هذه الخريطة الجوية. فهذه الرموز تضم كل أنواع السحب، تضم كذلك قيم للضغط الجوي، تضم كذلك قيم لتواجد السحب أو نسبة تواجد السحب، تضم كذلك حتى لا هوتور ديال 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 لي فاغ، يعني الأمواج العلو ديالها والاتجاه ديالها. ثم تضم كذلك قيم لدرجة الحرارة واتجاه الرياح وسرعة الرياح، ثم كذلك درجة حرارة سطح المحيط. إذن الخريطة الجوية هي خريطة يعني تمثل الضغط الجوي،
والأشكال البارومترية، وتضم كذلك معطيات عديدة حول الحالة الجوية بشكل مفصل وبشكل دقيق جداً، بالإضافة إلى المناطق الاضطرابات الجوية ونظام الجبهات التي سوف نتعرف عنه بعد قليل. إذن فقط بالنسبة للضغط الجوي المرتفع والضغط الجوي المنخفض، يعني يمكن أن يعني الآن بعدما تحدثنا بالأمس عن الضغط الجوي وعن الرياح، يمكن أن نقول بأن الضغط الجوي المرتفع أولاً أنه يرتفع فيه الضغط في اتجاه المركز، والرياح تدور في اتجاه عقارب الساعة بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وكما تلاحظون الرياح تتباعد عن المركز، يعني دائما الضغط المرتفع يمتاز بتباعد الرياح عن المركز، c'est ce qu'on appelle une divergence de l'air، وهذا التباعد هو السبب في نزول الهواء من الأجواء من الطبقات العليا ليحدث لنا استقرارا جويا، وهذا الاستقرار غالبا ما نلاحظه ما نشاهده عبر غياب تام للسحب، في حين ان الاضطراب الجوي فهو يمتاز بانخفاض الضغط في اتجاه المركز مع رياح تدور في اتجاه معاكس لعقارب الساعة، وهذه الرياح كما تلاحظون فهي تتقارب في اتجاه المركز، إذن يحدث لنا تقارب الهواء مما يؤدي إلى تصاعد في الأجواء العليا، وتصاعد هذا الهواء في الأجواء العليا يؤدي إلى تكاتف بخار الماء وتشكل السحب، وغالبا ما تحدث تساقطات مطرية فيكون الجو مضطربا مع تساقطات مطرية. بالنسبة للأشكال كما قلنا المتواجدة على الخريطة والممثلة على شكل بهذه الخطوط والرموز، فهي تمثل الجبهات. فمثلا بالنسبة لهذا الخط برموز مثلثة ومملوءة باللون الأسود، هذه المثلثات تمثل تواجد الجبهة الباردة، تواجد الجبهة الباردة. والأشكال هنا شكل يمثل المثلثات، وكذلك نصف دوائر باللون الأسود، وهذه نصف دوائر باللون الأسود تمثل الجبهة الحارة، وهذا الالتواء للجبهة عبر جبهة باردة وجبهة حارة يمثل الاضطراب الجوي الذي يمثل مناخ المناطق المعتدلة. المهم هو أن ما الفرق ما بين الجبهة الباردة والجبهة الحارة؟ الجبهة عندما نتحدث عن الجبهة الباردة هذا يعني أن الهواء البارد القادم من الضغط المرتفع، هذا الهواء البارد هو الذي يتقدم في اتجاه الهواء الحار. إذن عندما يتقدم الهواء البارد في اتجاه الهواء الحار فنتحدث عن جبهة باردة، وفي الحالة الأخرى عندما يتوجه الهواء الحار في اتجاه الهواء البارد نتحدث عن جبهة ساخنة أو جبهة حارة. إذن هنا بشكل يعني أشكال يعني بطريقة أكثر وضوحا، فتمثيل الجبهات على الخريطة يمكن أن نمثله على الخريطة، ويمكن كذلك أن نمثله في على شكل ثلاثي الأبعاد أو رأسي. هنا التمثيل هنا تمثيل أفقي لمرور الجبهة الباردة، للجبهة الباردة، حيث نلاحظ تقدم الهواء البارد في اتجاه منطقة الهواء الحار، وحدوث هذه الجبهة الباردة
التي هي تمثل في الواقع خط فاصل ما بين منطقة الهواء البارد المتقدم في اتجاه الهواء الحار ومنطقة الهواء الحار، وهذا هذه الجبهة تفصل ما بين الهوائين. بطبيعة الحال هي ليست فيزيائية، لا يعني ليس تواجدها ليس ماديا، ولكن بالخرائط الجوية نحاول يعني الخريطة الجوية تحاول أن تبين الحدود أو الحد الفاصل ما بين الهواء البارد المتقدم في اتجاه الهواء الساخن. وإذا حاولنا أن ننظر إلى هذا 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 التمثيل الأفقي حسب تمثيل رأسي، فهذا يعني أن الهواء القادم من هنا وهو على بالمناسبة الهواء البارد يكون دائما أثقل من الهواء الساخن، يعني له كثافة أكبر من الهواء الساخن. فعندما يتقدم الهواء البارد باتجاه الهواء الساخن فهو ينزلق، هذا الهواء الساخن البارد ينزلق تحت الهواء البارد، والهواء الساخن يرفع في الاتجاه الأعلى ليشكل لنا سحبا ركامية. سحبا ركامية، لماذا سحب ركامية؟ لأن انزلاق الهواء البارد بشدة يكون سببا في الرفع السريع والقوي للهواء الساخن الذي غالبا ما يحتوي على بخار الماء، فيرتفع في الاتجاه الأعلى ويشكل لنا سحب ركامية ديكيميلوس أو ديكيميلو ممبوس، وهي سحب رأسية ذات امتداد رأسي تحدث لنا إذن تساقطات مطرية بالمنطقة التي تمر منها هذه الجبهة الباردة. والملاحظة الثانية والتي يجب أن نتذكرها وهو أن هذا الهواء أو هذا هذه الجبهة الباردة فهي ليست ثابتة في المكان، بل تتحرك دائما بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية من الغرب في اتجاه الشرق. يعني يجب أن دائما أن يكون في ذهننا أن هذا النظام، نظام الجبهة الباردة هنا مثلا، فهو غير لن يظل ثابتا في هذا المكان، بل يتنقل من الغرب في اتجاه الشرق بسبب ما قلناه بالأمس بالرياح الغربية التي تهيمن على المناخ المعتدل. لأن هنا يجب دائما أن نتذكر بأننا هنا نتحدث عن أنظمة اضطرابات جوية تحدث بالمناخات المعتدلة التي يمكن هذه الوضعية يمكن أن تهم أن يهم جزءا منها المغرب في بعض الحالات الجوية. بالنسبة للتمثيل هنا على شكل نصف دوائر فهو يمثل الجبهة الحارة، وهنا الذي الهواء الذي يتقدم باللون الأصفر المائل إلى الأحمر، فهذا الهواء هو الهواء الحار وهو الذي يتقدم في اتجاه الهواء البارد، اتجاه الهواء البارد. في هذه الحالة تحدث لنا جبهة حارة، تحدث لنا جبهة حارة، وفي هذه الحالة الهواء الحار كما نلاحظ هنا في الشكل ثلاثي الأبعاد، الهواء الحار يتقدم في اتجاه الهواء البارد، يتقدم في اتجاه الهواء البارد، وكما لو أنه يصعد فوق الهواء البارد، يصعد فوق الهواء البارد الذي يتجه في اتجاه الشرق تبعا لنظام التيارات الهوائية من الغرب في اتجاه الشرق. إذن يصعد هنا الهواء الساخن والذي يصعد فوق الهواء البارد، وهذا الصعود يكون تدريجي وبشكل بطيء، لدرجة أن السحب التي تتشكل هنا، السحب التي تتشكل هي ليست بالسحب الركامية كما هو الشأن بالنسبة للجبهة الباردة، ولكن سحب سطحية يعني قريبة من السطح على شكل سحب طبقية
أو سحب دينامبوس أو دينامبو ستراتوس. نامبوس يعني غنية ببخار أو غنية بالماء، غنية ببخار الماء وكذلك بالبلورات الثلجية. وتكون هذه السحب كثيفة وقريبة من السطح، وفي بعض الحالات الجوية هنا بالمغرب نلاحظ بأن تساقطات مطرية تحدث ونلاحظ بأن السحب هي قريبة من السطح، وهذه هي ميزة هذه السحب على شكل نامبوس، على شكل دينامبوس، وهي سحب غنية ببخار الماء. إذن فبالنسبة للخرائط الجوية، يمكن عندما ننظر إلى خرائط جوية بهذا الشكل يمكن أن نمثل، يمكن لنا أن نمثل هذه الجبهات، يمكن أن نمثلها بهذه الأشكال الثلاثية، بهذه الأشكال الثلاثية. وهذا التمثيل الثلاثي يجب أن يضم منطقة الهواء البارد، ويمثل منطقة الهواء الساخن، وكيفية صعود الهواء الساخن، وطبيعة السحب بشكل عام، سحب ركامية هنا في هذا المثال للجبهة الباردة، وتقدم هذا النظام تبعا لهذا الهواء القادم من الغرب في اتجاه الشرق. ثم هذا الشكل يمثل الجبهة الباردة، تخلق زاوية قوية جدا نمثل بها قوة انزلاق الهواء البارد تحت الهواء الساخن. وكذلك نمثل الجبهة الحارة بهذا التمثيل الثلاثي، يمكن أن نمثله بهذا التمثيل الثلاثي، وبنفس الطريقة تواجد الهواء البارد، منطقة الهواء البارد من منطقة الهواء الساخن، ثم طبيعة السحب. إذن هنا يعني هنا الاضطراب، تمثيل الاضطراب الجوي، وكما قلت يعني هذا الاضطراب الجوي هو يمثل لنا اضطراب جوي، هذا التمثيل يمثل لنا اضطراب جوي في اتجاه أفقي، اتجاه أفقي، ويمكن أن نمثل مقاطع رأسية لهذا الاضطراب الجوي. يعني المقطع الأول من A إلى A' هو الممثل هنا، والمقطع الثاني من C إلى C'. فالمقطع الأول من A إلى A', فإذا انطلقنا من النقطة A إلى النقطة A', فنحن نمر عن الجبهة الباردة هنا، ثم بعد ذلك منطقة الهواء الساخن، ثم الجبهة الحارة، ثم منطقة الهواء البارد، وهو ما هو ممثل في هذا الشكل الثلاثي الأبعاد الذي نحدد فيه رمزا للجبهة الباردة وكيفية انزلاق الهواء البارد تحت الهواء الساخن والسحب الركامية، ثم منطقة الهواء الحار، ثم تصاعد الهواء الحار فوق الهواء البارد وتشكل هذه السحب الطبقية الغنية ببخار الماء. ثم عندما نمر إلى النقطة، عندما نريد أن نمثل المقطع من النقطة C إلى النقطة C'، لاحظوا معي أن هنا التمثيل اختلف، وهذا التمثيل يضم توالي ما بين مثلثات ونصف دوائر، ثم مثلثات ثم نصف دوائر إلى آخره. هذا التمثيل بهذا الشكل على الخريطة الجوية هو يمثل ما يسمى بان فرون اوكلو، يعني انغلاق، لو نقول مستوى انغلاق المنخفض الجوي بهذه المنطقة. وهذا التمثيل هو في الواقع يجب أن نفرق ما بين جوج الأنواع ديال لي فرون اوكلو، جوج ديال الأنواع ديال لي فرون اوكلو. هناك لو فرون اوكلو froid وهناك لو فرون اوكلو chaud. إذن كيفاش نميزو بيناتهم؟ إذن للتمييز بينهما يجب أن نحدد
مدى انخفاض الحرارة في الهوائين الباردين، هنا في هذه المنطقة وهنا، وتلاحظون بأنه هنا سي فيري جولد، هنا سي جولد يعني جد بارد وبارد، لدينا منطقة جد باردة، إذا عندنا منطقة الهواء البارد وهي جد باردة، ومنطقة الهواء البارد وهي نسبيا أقل برودة. في هذه الحالة، في هذه الوضعية، بهذا الشكل نتحدث عن أنفرون أوكلو فروا. ماذا يميز عندما نريد أن نمثله في الشكل ثلاثي الأبعاد؟ فنقوم بتمثيل الجبهة الباردة ونمثل الجهة الأقل برودة، ويكون فيها الجبهة الحارة تكون كما تلاحظون هنا على مستوى في مستويات عليا من الارتفاع فوق الجبهة الباردة. لماذا؟ لأن الهواء البارد جدا ينزلق بشكل قوي، في حين أن الهواء الأقل برودة فهو يتصاعد شيئا ما، وبالتالي فالجبهة الباردة الجبهة الحارة الجبهة الحارة تتصاعد فوق الجبهة الباردة، وهذا نوع من الفرون أو بلو فروا. والتمثيل الثاني كما تلاحظون، إذن جبهة باردة وجبهة حارة وهواء حار، وهنا تمثيل لهذا الشكل أو هذا المقطع دي بريم. وإذا أردنا أن نمثل الشكل أ بريم، يجب أن ننتبه إلى أن بهذه المنطقة هذا اللون الفيولي تقريبا فهو يمثل هواء نسبي بارد ولكن ليس شديد البرودة، في حين أن الهواء هنا باللون هذا الفلاش اللي تمثل لنا الهواء باللون الأزرق فهي تمثل منطقة الهواء الشديد البرودة. في هذه الحالة المقطع بريم فهو يمثل لنا عكس ما رأيناه بعد قليل، وهو لفرون أوكلو شو، حيث أن لفرون فروا هو الذي لفرون فروا هنا بهذه المنطقة لأنه أقل برودة يتواجد فوق الجبهة الباردة التي تتصاعد فوق الهواء البارد الشديد البرودة. إذن إذا عدنا إلى الخرائط سوف نرى هذه الأنواع، مثلا هنا هذا التمثيل، هذا التمثيل بهذا الشكل على شكل خط مستقيم هنا يمثل ان فرونس ستاسيونير. ان فرونس ستاسيونير يعني بداية تشكل الاضطراب، يعني يوضح أن هناك بداية تشكل انخفاض منخفض جوي هنا بهذه المنطقة. ولو استمرينا في مشاهدة هذه الحالة الجوية وتتبعناها لوجدنا بأنها يعني بعد 4 ساعات أو 6 ساعات سوف يتشكل لنا اضطراب جوي أو منخفض جوي. وهنا تلاحظون جبهة باردة ثم انفرون ستاسيونير، يعني بداية تشكل المنخفض الجوي. وتلاحظون هنا مثلا يعني المثال الذي لاحظنا الذي درسناه بعد قليل، إذا جبهة باردة جبهة حارة ثم انفرون ستاسيونير الذي يميز هذا الانغلاق للمنخفض الجوي، وهي المرحلة، هي المرحلة تمثل هذا الفرون أوكلو تمثل مرحلة بداية نهاية المنخفض أو الاضطراب الجوي، يعني بداية نهاية الاضطراب الجوي. إذن كل هذه التمثيلات هي فقط وضعتها أولا لفهم الخريطة الجوية على مستوى سطح البحر، ولكيفية قراءة هذه أنظمة الاضطرابات الجوية التي تميز المناخ الذي القريب منا وهو المناخ المعتدل، الذي كما
قلنا سابقا انه قد يؤثر على مناخ المغرب في فصل الشتاء في الحالات في فصل الشتاء الذي يكون في السنوات التي تكون مطر. إذن هنا التمثيل هنا لهذا هذا التطور ديال المنخفض الجوي من الوضعية ديال الفرون ستاسيونير إلى تشكل المنخفض الجوي ثم إلى المنخفض الجوي بجبهته الباردة والحارة إلى حدوث الفرون أوكلو وهو انغلاق المنخفض الجوي ونهاية بطبيعة الحال أو بداية نهاية المنخفض الجوي. وهذه الوضعية ثلاثية الأبعاد فهي تمثل لنا كذلك ما يحدث في الأجواء العليا إذن هذه الخطوط فهي الخطوط الحمراء تمثل خطوط متساوية الحرارة الوضعية تكون بهذه الطريقة وخطوط تمثل تدفق الهواء وفي نفس الوقت فهي تمثل قيم مختلفة للضغط الجوي. وتلاحظون بأن بالأجواء العليا هناك هذا الفرون ستاسيونير على السطح يفصل ما بين الهواء الحار والهواء البارد cold. وبالأجواء العليا نلاحظ بأن هناك تماثل ما بين الفرون ستاسيونير و تدفق الهواء بالأجواء العليا وكذلك خطوط متساوية الحرارة تكون متوازية مع خطوط متساوية القيم الجوية في الأجواء العليا. وبطبيعة الحال نلاحظ الفاصل ما بين الهواء البارد والهواء الحار وقلنا بأن بالأجواء العليا الهواء البارد يكون في مستوى ارتفاع أقل من الهواء الساخن الذي يكون في مستوى نسبيا أعلى منه. إذن هذا التطور يميل نلاحظ بأنه في عند مستوى مثلا 500 هكتور باسكال نلاحظ بأن خطوط متساوية الارتفاعات الجيووضعية فهي متوازية مع الفرون ستاسيونير أون سيرفاس. لكن بعد مرور الوقت نلاحظ نشأة موجة أو تموج في خطوط متساوية الضغط. وكيف تصبح هذه الخطوط متساوية القيم الجوضعية تصبح تتعامد شيئا ما مع خطوط متساوية الحرارة. لاحظوا هنا التقاطع الذي يحصل عندما يحدث تموجا في الهواء البارد فالقيم قيم الحرارة بالأجواء العليا تصبح متقاطعة مع خطوط المتساوية الجوضعية. إذن هذه الحالة فهي تمثل مرحلة تدفق الهواء تدفق الهواء البارد في اتجاه الجنوب. وتلاحظون معي هنا كيف أن هذه المنطقة أو هذا السيكتور هذا فهو يمثل منطقة الهواء البارد القادم من الشمال الغربي ومنطقة السيكتور الثاني فهو منطقة تنقل الهواء الساخن في اتجاه الشمال الشرقي بحيث أن الشمال سوف يستقبل الهواء الساخن والجنوب سوف يستقبل الهواء البارد. وبهذه الطريقة يتم تبادل الطاقة الحرارية ما بين المناطق الباردة في الشمال والمناطق الحارة في الجنوب. ونلاحظ كذلك بأن عندما يحدث هذا التموج فهو يليه بعد ذلك على السطح هذا الالتواء للجبهة الباردة والتواء كذلك للجبهة الحارة ويليه بعد ذلك حركية أن هذا الوضعية التي كنا فيها سابقا فهي التي شاهدناها بالأمس هي الوضعية الجيوستروفيكية التي يكون فيها تماثل ما بين
الرياح و قيم او قيم القيم الجيووضعيه، هناك تماثل. ولكن عندما يحدث هذا التموج وتتقاطع القيم الحراره مع قيم الطبقات الجيووضعيه، الو هنايا تصبح تحدث ما يسمى بالرياح الأجيوستروفيكية. يعني الأجيوستروفيكية يعني بعبارة أخرى هي الرياح الصاعدة والنازلة، وهدف هذه الرياح الصاعدة والنازلة هو تصحيح هذا الوضع الذي يخرج عن القانون الأجيوستروفيكي، فتحدث إذن تحدث حركية في الهواء ما بين نزول للهواء البارد وصعود للهواء الساخن، وبطبيعة الحال كما تلاحظون، وهذا شيء نلاحظه دائما ويمكن أن نشرحه فيزيائيا، ولكن لا داعي للدخول في هذه التفاصيل لأن ليس لدينا وقت كافي للتعمق أكثر فيما يحدث فيزيائيا. ولكن على أي حال يعني يجب أن نسجل أن هذا التموج يمكن أن نتخيل بأن هناك النقص الذي يمر هنا، يفصل ما بين الهواء البارد والهواء الساخن، والمنخفض الجوي في السطح يتشكل دائما تحت منطقة الهواء، تنقل الهواء الساخن بالأجواء العليا. تلاحظون أن هذه منطقة المنخفض الجوي يعني فوق تعلوها منطقة مرور الهواء الساخن، ولكي يستمر هذا المنخفض الجوي ليستمر في تشكله والتوائه بشكل قوي، يجب ولا بد من ارتفاع سرعة الرياح بالأجواء العليا على شكل تيار نفاث. هذا التيار النفاث يساهم في استمرارية صعود الهواء الساخن. ثم بعد ذلك في النهاية نمر إلى الوضعية الأخيرة وهي لفرون أوكلي، وهي تمثل بداية نهاية الاضطراب الجوي. هذا المرور من هذه الوضعية A إلى الوضعية C فهو يتطلب وقتا لا يفوق في غالب الأحيان لا يفوق 5 أيام. إذا الآن بعدما يعني تعرفنا على هذه المعلومات التي يمكن أن نستخرج من الخرائط الجوية على مستوى سطح البحر، نتعرف الآن على خرائط الجوية بالنسبة للارتفاع، بالنسبة للمستويات العالمية. وهنا أقوم بتذكير ما قلته بالأمس، وهو أنه أولاً بالارتفاع فنحن لا نقيس الضغط الجوي، بل نقيس مستوى ارتفاع المساحات الإزوبارية. وقلت في الأمس بأن هذه المساحات الإزوبارية هي 5، المساحة الإزوبارية 850 هكتو باسكال و700 هكتو باسكال و500 و300 ثم 200 هكتو باسكال، وكل مساحة إزوبارية فهي يناسبها ارتفاع معين. ف 858 هكتو باسكال فهي مثلا تتواجد عند تقريبا حوالي كيلومتر ونصف من سطح البحر، وهكذا الى ان نصل الى المساحه الايزوباريه 200 هكتو باسكال التي تتواجد تقريبا عند حدود 12 كيلومتر. وبطبيعه الحال كل مساحه ايزوباريه فهي تناسبها كذلك درجه حراره معياريه، لأن الحرارة كما قلنا تنخفض مع الارتفاع، وبالنسبة لكل مستوى من الارتفاع عند كل مساحة إزوبارية هناك درجة حرارة معينة معيارية. بالنسبة مثلا 850 باسكال درجة الحرارة المتوسطة أو المعيارية هي زائد 4، وعندما نصل إلى مستوى ارتفاع 12 كيلومتر تقريبا 200 هكتو باسكال فدرجة الحرارة المعيارية هي ناقص 56 درجة. إذن فهذا التماثل بين انخفاض الضغط
و او ما بين المساحات الإزوبارية ومستوى الارتفاع، وفي الواقع حدد من خلال قانون ما يسمى بقانون لابلاس. إذن قانون لابلاس هو الذي وضع يعني معادلة تربط ما بين الضغط الجوي والارتفاع. وقلنا بالأمس بأن خاصية الغلاف الجوي أن الضغط الجوي ينخفض بشكل سريع مع الارتفاع بسبب قلة كثافة الهواء مع الارتفاع. ويمكن من خلال الخرائط الجوية أن نحدد ما بين المنخفضات الجوية لباش البوتنسيال والمرتفعات الجوية، وهذه قاعدة يجب أن تعلموها دائما، هي أنه المرتفعات الجوية مرتبطة بالهواء الحار والمنخفضات الجوية مرتبطة بالهواء البارد. لماذا؟ لأن الهواء الحار كما قلنا بالأمس، الهواء الحار له دائما القدرة على الامتداد إلى الأعلى، على الامتداد إلى الأعلى، على التمدد والارتفاع إلى الأعلى، وبالتالي فدائما المساحات الإزوبارية تتواجد على مستوى أكبر من الارتفاع. والهواء البارد فهو هواء يعني وزنه ثقيل، وبالتالي فهو دائما يعرف اتجاها اتجاه يعني يعرف نزولا، وبالتالي المساحة الإزوبارية يعني تكون عند مستوى أقل من الارتفاع العادي. إذن قاعدة ضرورية مهمة جدا بالهواء الحار في الأجواء العليا، هواء حار، إذن هذا يعني بأن بالأجواء العليا مرتفع جوي، عندما بالمناطق الباردة بالأجواء العليا هناك منخفض جو وضعي، وبالتالي فالطبقات سوف تصبح طبقات يعني حسب المناطق الباردة والحارة، فالمناطق الحارة مستوى ارتفاع لا تروبوسفير يكون عاليا، وبالهواء البارد طبقة لا تروبوسفير تكون على مستوى أقل من الارتفاع. إذا الآن العناصر الفيزيائية، إذا عندما نريد أن ندرس الحالة أو الخريطة الجوية بالأجواء العليا، يجب أولا أن نتعرف عن ما هي، عن ماذا نبحث، ولماذا، نحتاج مثلا خريطة جوية عند 500 هكتو باسكال، أو عند 850 هكتو باسكال، أو 700 هكتو باسكال، أو 300 أو 200. ما نلاحظه غالبا عند الطلبة وهو أنه الطالب بسبب أنه غير ملم أو غير ملم أو لم يدرس بشكل دقيق الخريطة الجوية، فهو يأخذ خرائط ويستعملها بطريقة يعني عشوائية دون أن يعلم ما هي المعلومة التي يجب أن نستخرج من هذه الخريطة عند هذا المستوى من الارتفاع، وما هي المعلومة التي يجب أن نستخرج من هذه الخريطة. والهدف من هذا التكوين هو أن أقربكم أكثر من هذه القواعد التي يجب الاستعانة بها للتعرف ولقراءة الخريطة الجوية بالأجواء العليا بشكل جيد، كما كذلك الخريطة الجوية بالسطح الذي درسناها بعد قليل. إذن الخصائص الفيزيائية التي تمثل الغلاف الجوي بالأجواء العليا فهي بداية مرتبطة، هذه العناصر الفيزيائية مرتبطة بمعادلات رياضية تخضع لقوانين فيزيائية، إذا تعرفنا بالأمس عن الغاز بارفي، يعني قانون الغازات التامة الذي يربط ما بين الضغط والحجم والحرارة. ثم هناك تعرفنا كذلك على أن الغلاف الجوي هيدروستاتيك، يعني أنه خاضع لعامل الجاذبية، ولكن في نفس الوقت فهو إلي فلوتابل، دونك تيمتاز بواحد لا فلوتابيليتي.
إذن ف ف ف ف ف ف في في الوقت الذي هو خاضع للجاذبية فهو خاضع كذلك لقوى جانبية تحاول أن ترفعه إلى الأجواء العليا، وبالتالي فالغلاف الجوي في غالب الأحيان فهو في توازن هيدروستاتيكي ما بين قوة الجاذبية في اتجاه الأسفل والقوة الدافعة في الاتجاه الأعلى اللي هي قوة أرخميدس، قوة أرخميدس التي تدفع في اتجاه الأعلى، والتوازن بينهما يحدث لنا إذن استقرارا في حركية الهواء على المستوى الرأسي، ويمكن لهذا التوازن أن يزعزع وأن لا يحترم في الحالات عدم الاستقرار. في حالة عدم الاستقرار تصبح دافعة أرخميدس أقوى من قوة الجاذبية، والعكس بالنسبة لحالة الاستقرار. ثم تحدثنا كذلك بالأمس عن الجيوستروفيزم. الجيوستروفيزم وهو الرياح الجيوستروفيكية الناتجة عن توازن ما بين قوة التدرج الضغطي وقوة كوريوليس. ففي في في حالة التوازن بينهما تكون الرياح متوازية مع خطوط متساوية الضغط، قلنا تترك على يمينها الضغط مرتفع وعلى يسارها الضغط منخفض بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية. وهذا القانون الجيوستروفيكي إن صح التعبير فهو صالح بالنسبة للأجواء العليا حيث تنعدم أو ينعدم الاحتكام. كما نجد هذا الوضعية الجيوستروفيكية أو هذا الجيوستروفيزم نجده كذلك فوق المحيطات، حين فوق اليابسة بسبب الاحتكام تقل سرعة الرياح وبالتالي تضعف قوة كوريوليس وتحاول أن تتجه الرياح باتجاه التدرج الضغط. ثم الحالة الأخرى الرابعة وهي الرياح الحرارية، والرياح الحرارية هي في الواقع الرياح وهي التي تميز التيار النفاث. هذا التيار النفاث الذي كما شاهدناه مثلا هنا، هذا التيار النفاث فهو عندما تصبح قيم الحرارة متقاطعة مع الخطوط الجيو وضعية تنشأ الرياح النفاثة، وهذه الرياح النفاثة بسبب هذه الوضعية التي تسمى بالوضعية الباروكلينية، وسوف أعرفها بشكل سريع. عندما تصبح هذه الخطوط متساوية الحرارة متقاطعة مع الخطوط المتساوية الجوضعية تنشأ الرياح النفاثة، وهذه الرياح النفاثة هي تكون متوازية ليس مع خطوط متساوية الخطوط الجوضعية ولكن تكون متساوية مع الخطوط متساوية الحرارة، لذلك نسميها بالرياح الحرارية. بالرياح الحرارية تترك على يمينها المناطق الحارة هنا وعلى يسارها المناطق الباردة، المناطق الباردة بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية. ألو بالنسبة لمفهوم الباروكلينيتي هو مفهوم مهم جدا بالنسبة للمناخ المعتدل، والوضعية الباروكلينية هي الوضعية التي تكون سببا في نشأة الاضطرابات الجوية. ألو ماذا نقصد بالوضعية الباروكلينية؟ هي بكل بساطة هي المنطقة الباروكلينية هي المنطقة التي يكون فيها اختلاف سريع في درجة الحرارة بمنطقة قريبة بمناطق قريبة، نلاحظ بالأجواء العليا اختلاف شديد في درجة الحرارة، وبالتالي فالمنطقة الحارة تكون الطبقة عالية وبالمنطقة الباردة تكون الطبقة منخفضة، وبينهما إذن بهذه المنطقة ما بين المنطقة الباردة والمنطقة الحارة تنشأ رياح قوية، رياح نفاثة تكون تساهم وتكون سببا في نشأة وتوغل المنخفضات الجوية للسطح.
في غالب الأحيان هذه الوضعية الباروكينية في أغلب الأحيان هي تنشأ في المحيط الأطلسي أو بغرب المحيط الأطلسي وتتقدم في اتجاه أوروبا وتعطي تكون سبباً في نشأة هذه الاضطرابات الجوية بأوروبا. وفي غالب الأحيان فهي لا تهم المغرب، يعني يتأثر المغرب في قليل من الأحيان أو تساقطات مطرية نشأتها الباروكلينية تكون غير يعني غير مترددة بشكل كبير. إذن هذه الخصائص الفيزيائية، الرابط المشترك بينها هي قوانين فيزيائية. وتمثل ماذا؟ تمثل أولا المرتفعات الجوضعية، المرتفعات الجوضعية التي نحددها بالمتر، بالمتر جيو بوتنسيال أو بالديكامتر، يعني تقول المتر يعني مثلا 5560 متر، 5560 متر جيو بوتنسيال هو في الواقع يمثل مستوى تواجد المساحة الإزبارية 500 هكتور باسكال. عندما نقول 12000 متر جيو بوتنسيال، فهذا يمثل مستوى المساحة الإزبارية 200 هكتور باسكال. وقد نمثل على الخريطة هذا المستوى ارتفاع هذه المرتفعات أو المنخفضات الجوضعية، قد نمثلها في غالب الأحيان بالديكامتر، بالديكامتر أي عوض مثلا 12000 متر تمثل 1200 ديكامتر، أو لا 5560 متر، الديكامتر هي 565 ديكامتر. ولماذا هذا الجيو بوتنسيال؟ الكلمة الغريبة التي بحثت عنها كثيرا ووجدت ترجمتها بعد اجتهاد شخصي أنني أترجمها إلى الجيو وضعي، الجيو وضعي، لأن لينرجي مثلا هناك ان ترم في الفيزيك تنقلوا لينرجي بوتنسيال، وفي الترجمة عند الفيزيائيين فهم يترجمونها بالطاقة الوضعية. وبما أن الكلمة متكونة من جيو وبوتنسيال فيعني سميتها بالجيو وضعية. فماذا نقصد بهذا الاسم الغريب جيو بوتنسيال؟ وفي الواقع يمثل الطاقة الوضعية، الطاقة الوضعية التي تمكن من تواجد الهواء في منطقة ارتفاع معين. بكل بساطة، إذن وهذا شيء عادي، يعني لأن الهواء يعني له القدرة على يعني له خاضع للجاذبية ويتواجد بشكل كثيف بالقرب من السطح، ولكن يمكن أن يتصاعد، ولكي يتصاعد يجب يعني دعمه بطاقة، بطاقة جيو وضعية، بطاقة جو وضعية. هذه الطاقة جو وضعية يعني تكون يعني المستوى الارتفاع ديال هاد الهواء في واحد مستوى ارتفاع معين لا يكون بالتحديد عندما نرفعه إلى حدود مثلا 12 كيلومتر، فهو لا يكون بالتحديد عند 12 كيلومتر لأنه دائما خاضع للجاذبية، خاضع للجاذبية. ف 12 كيلومتر اللي تنعبروها كوم ديستانس ماشي هي 12 كيلومتر جو بوتنسيال، تتكون أقل منها شوية لأن دائما قوة الجاذبية تحاول أن تقلص شيئا ما من هذا 12 كيلومتر. إذن المرتفعات الجيو بوتنسيال يعني المساحة، مستوى ارتفاع المساحات يمثل مستوى ارتفاع المساحات الإزبارية. ثم نبحث كذلك على لا تمبيراتور، الحرارة. كذلك في الخرائط الجوية نبحث عن الرياح،
وبالخرائط الجوية هناك ثلاثة أقسام من الرياح. هناك الرياح الأفقية نمثلها بـ U، وهذه الرياح الأفقية تكون في اتجاه شرق غرب أو غرب شرق. ثم الرياح الميريديانية الطولية، وهي التي تكون من بين الشمال والجنوب، وهذه الرياح تمثل بقيم بالمتر في الثانية. ثم هناك رياح أخرى وهي في الحقيقة رياح رأسية نمثلها بلا لتر دبليو، وهي تمثل حالات صعود ونزول الهواء، وكذلك نمثلها بسرعة المتر في الثانية. ونضيف إلى هذه الخرائط نضيف كذلك يعني فكرة أو حول الرطوبة النسبية، الرطوبة النسبية التي كذلك نمثلها بالدرجة المئوية. إذن أولا خرائط الارتفاع، الارتفاعات الجيوضعية، خرائط الارتفاعات الجيوضعية تنظن بأنه الكل حاول في يوم من الأيام استعمال هذه الخرائط أو النظر إليها، فخريطة بهذا الشكل، خريطة جيوضعية، يجب دائما أن نقرأ في الأسفل، فهي تمثل 500 هكتور باسكال. إذن خريطة تمثل ماذا؟ تمثل مستويات ارتفاع المساحة الإيزوبارية 500 هكتور باسكال، وهذه الارتفاعات يمكن أن نتخيلها بحال كوف دو نيفو في الخريطة التوبوغرافية. سي كوم ان كوف دو نيفو ديال الاتموسفير عند مستوى ارتفاع 5560 متر جيو بوتونسيال، يعني بحال تنشوفوا لو غولييف في هذه المنطقه هذه، يعني فين كاين الجبل وفين كاين الوادي، فين كاين الجبل وفين كاين الوادي. هذه الخطوط هي ممثله باللون بالخطوط السوداء بخط اسود، ثم خط ابيض هنا نلاحظ الخط الابيض، خطوط بيضاء تمر وتتقاطع مع خطوط الجيوضعية، هي خطوط تمثل الحرارة. وكما قلنا سابقا فعند تدفق الهواء على شكل وادي او تدفق الهواء على شكل ظهر البقصال يحدث هذا التقاطع ما بين الخطوط الجيوضعية وقيم الحرارة، وهذا التقاطع هو الذي يكون سببا في نشأة، يكون مؤشرا في نشأة الحالات المضطربة، في الحالات المضطربة. اوكي، هذا من جهة. من جهة اخرى الألوان هناك ألوان تميل إلى الأحمر الداكن مرورا من الأخضر الأصفر إلى الأحمر الداكن، وهناك ألوان تمر من الأخضر إلى الأزرق إلى البنفسجي، وهي تمثل المناطق الباردة. كل هذه المناطق التي هي ممثلة هنا بالأزرق والأزرق الفاتح فهي تمثل المناطق الباردة، وبالتالي فطبوغرافيتها سوف تكون طبوغرافية نازلة، يعني سوف تكون عند مستوى أقل من المستوى العادي للمساحة الإيزوبارية 500 هكتور باسكال. إذا تمعنا في قيمها سوف نجد أنها دائما أقل، هذه الارتفاعات للمساحة الإيزوبارية هي دائما أقل من 5560 متر جيو بوتنسيال أو 556 ديكامتر جيو بوتنسيال، في حين أن المناطق باللون الأصفر أو الأصفر الداكن هذه المناطق كلها هي مناطق حارة، تمثل المناطق الحارة وتمثل كذلك يعني المناطق التي تتمتاز بارتفاع في مستوى المساحات الإيزوبارية، حيث نجدها بأنها تفوق مستوى 500
650 هكتو ديكامتر 560 ديكامتر جيو بوتنسيال. وتلاحظون بانه هذا الامتداد بهذا الشكل, هذا الامتداد بهذا الشكل فهو يمثل توغل الهواء البارد في اتجاه الجنوب ويسمى بالوادي. الوادي والهواء المتوغل, الهواء الحار المتوغل في اتجاه الشمال فهو يسمى بالظهر. اذا وادي ظهر وادي وادي ظهر الى اخره. اوكي, ثم لاحظوا معي هنا بالقرب من المغرب يعني هناك توغل للوادي, وكيف ان هواء او قطرة ما يسمى بقطرة باردة انزلقت في اتجاه المغرب وانعزلت عن مصدرها الطبيعي, انعزلت وسط هواء ساخن يحيط بالمغرب وانعزلت بالمحيط الأطلسي المواجه للمغرب. وهذه الوضعية هي ما يسمى بالقطرة الباردة بالأجواء العليا التي تكون سبباً في حدوث اضطرابات جوية عنيفة تحدث تساقطات مطرية قوية ومهمة جداً. وغالباً ما تحدث هذه الظاهرة بالقرب من المغرب خلال فصل الربيع من شهر مارس وشهر أبريل. إذن ولاحظوا معي بأن بالمناطق مناطق الوادي فهي مناطق تتقاطع فيها الحرارة بشكل متعامد تقريبا بشكل متعامد مع الخطوط الجيو ووضعية. ولاحظوا كذلك هذا التقارب القوي في الخطوط المتساوية الجيو ووضعية التي تمتاز باختلاف سريع في درجة الحرارة من منطقة الى اخرى. يعني اذا مشينا من هذا الاتجاه في هذا الاتجاه فالحراره, هذا يعني الحراره تختلف بشكل كبير جدا. هواء بارد قرب هواء ساخن, هذا ما يقصد بما سميناه بالوضعيه الباروكلينيه. وهذا التقارب, هذه الوضعيه الباروكلينيه هي الوضعيه التي تختلف فيها الحراره بشده و تتقارب فيها الخطوط المتساوية الوضعية وتكون فيها الرياح شديدة وقوية جدا تكون سببا في نشأة الجيت ستريم. ولاحظوا أن هذه الوضعية تتواجد بهذه المنطقة, المنطقة التي سوف حتما سوف تكون منطقة مضطربة جدا. وبهذه المنطقة كذلك, إذن بكل المناطق التي بها تقارب في هذا في هذه الخطوط المتساوية الوضعية. إذن هذه الخطوط تسمى بليزيزو إبس, يعني كما هو في الخريطة خريطة الارتفاعات تديروا أنيمنتي وتخرجوا مستويات الارتفاعات, فهذو مستويات الارتفاعات حتى هما تسموا ليزيزو إبس. وإيزو إبس يعني متساوي الارتفاعات, يعني هذه الخريطة تمثل مناطق تساوي الارتفاعات للمساحة الإيزوبارية والذي يمكن أن نستخرج من هذه الخريطة وهو أولا ملاحظة أين يتواجد الوادي الفاق أي المنخفض الجيووضعي أي الهواء البارد. إذن هنا هادشي كل شيء يمكننا نسميه وادي, نسميه منخفض جيووضعي, ونسميه منطقة الهواء البارد لأنه هو منطقة الهواء البارد, واللي يجعل أن يكون منخفض جيووضعي هو اللي يجعل أنه يكون على شكل وادي. ثم الظهر هنا الظهر هو مرتفع جيووضعي ويميز منطقة الهواء الساخن. ويمكن أن نرسم هنا محورا يمثل لاكس دو لا فالي, لاكس دو لا فالي. ويمكن عندما نرسم هذا لاكس هذا
فغالبا ان شرق هذا المحور يكون تكون سرعه التيار النفاث قويه، وبالاسفل هنا مثلا يكون نشاه بالسطح يكون نشاه المنخفض الجوي مع نشاه حركيه تصاعديه وحركيه تصاعديه وحركيه نازله تسمى بلاجيوستروفيزم، وهي التي تصحح انعدام التوازن الجيوستروفيكي الذي حدث بسبب تدفق الهواء. فيحدث لنا نزول الهواء بالهواء البارد مع تباعده بالضغط المرتفع، وصعود الهواء مع تقاربه بالسطح عند المنخفض الجوي. ألوغ هنا يعني أقربكم أكثر لما قلته بعد قليل. دونك أن تال فيغ إن دورسال وإن غوت فواد، يعني طائرة باردة، وطائرة باردة وسط هواء ساخن انعزلت عن مصدرها الحقيقي. وتلاحظون هنا يعني القيم مستوى ارتفاع المساحة الإيزوبارية 500 هكتو باسكال، ونجد أن المتوسط هنا وتقريبا 560. اذا كلما اتجهنا هنا فنجد بان مستوى ارتفاع المساحه الاذباريه دائما اقل من 560، وكلما اتجهنا في اتجاه الهواء الساخن نجد قيم تفوق 560 ديكامتر جيو بوتنسيال، دونك 568 576 الى اخره. اذا الهواء الساخن مرتفع جيو وضعي، الهواء البارد منخفض جيو وضعي، وتلاحظوا الحراره هنا تساوي مثلا ناقص 40، واذا مررنا الى الهواء الساخن الى منطقه الهواء الساخن فهي ناقص 15 درجه. بطبيعه الحال الهواء الساخن 15 درجه هذا ماشي ليس هذا منطقي، دل اننا يجب الا ننسى اننا في الاجواء العليا والحراره تنخفض مع الوقت. اذا الان يمكن عندما نريد ان ندرس حاله جويه ان نربط ان نقوم بالبحث عن خرائط جويه تربط ما بين الخرائط الجيووضعيه كما قلت والحراره. اذا هناك مثلا هنا هذه الخريطه هي خريطه ل 850 هكتو باسكال، يعني خريطة مستويات ارتفاع المساحة الإيزوبارية 850 باسكال، وتمثل في نفس الوقت الحرارة والاعتماد على هذه الخريطة يمكن أن نستخرج منه ما يلي. أولا يمكن أن نستخرج كما قلنا المناطق الباروكلينية، أي المناطق التي تعرف اختلافا في درجة الحرارة بمناطق قريبة جدا، مثلا بهذه المنطقة، مثلا نأخذ هذه المنطقة نجد أن الحرارة تنخفض بشكل سريع وهي منطقة باروكلينية تكون سببا في حدوث حالة عدم الاستقرار. ثم هذه الخريطة نستخرج منها كذلك مناطق تدفق الهواء الحار مثلا البارد، مناطق تدفق الهواء الحار والبارد، وهذا التدفق نحدده من خلال درجة تعامد القيم أو خطوط متساوية الحرارة مع خطوط مستوى الارتفاعات الجيووضعية. مثلا هنا هذا التعامد بهذه المنطقة والتعامد بهذه المنطقة، هذا يعني بأن هناك تدفق، هذه المنطقة تعرف تدفق للهواء البارد، ونفس الشيء بالنسبة لهذه المنطقة الحرارة تتعامد، لاحظوا الحرارة تتعامد مع خطوط متساوية الجيووضعية، وهذا يعني بأن هناك تدفق للهواء الساخن. ثم بالمناطق يمكن أن نستنتج من خلال الملاحظة، هذه الملاحظة الأولى، يمكن أن نستنتج بأن المناطق التي تعرف تدفقا للهواء
البارد هي مناطق لحركية أجيوستروفيكية. وعندما نقول حركية أجيوستروفيكية يعني حركية تمتاز بتصاعد الهواء ومنطقة الاضطرابات الجوية. هذا المثال لهذا اليوم السادسة صباحا 24 فيفري 2022. ونمثل إذن مستوى ارتفاع المساحة الإزوبارية 58 باسكال وقيم الحرارة. ونلاحظ مثلا بالنسبة للمغرب كيف أن الحرارة هنا تعامدت مع الخطوط المتساوية المتساوية الوضعية، وهذا التدفق هو تدفق لهواء حار، وتدفق لهواء حار كان سببا في عملية عدم استقرار أدت إلى حدوث تساقطات مطرية ضعيفة جدا لأنه عدم استقرار في منطقة حارة ليست مرتبطة بالأساس بمنخفض جوي كما نشاهده مثلا في أوروبا، يعني شمال إنجلترا مثلا. هنا يمكن كذلك أن نستعمل هذه الخريطة، خريطة 850 هكتوباسكال مع الحرارة، يمكن أن نستغلها للتعرف على أو لكاركتريزي لتمثيل موجات الحر. مثلا عندما ندرس درجة الحرارة عند مستوى ارتفاع عند المساحة الإيزوبارية 150 هكتوباسكال، فتعطينا فكرة على درجة الحرارة التي يمكن أن تسجل عند مستوى 2 متر. وتقنيا نضيف على القيمة المسجلة، مثلا إذا كانت القيمة المسجلة هنا 15 درجة مثلا بالقرب مثلا من السويرة أو أسفي هنا الجمعة أو في طنجة بطنجة 10 درجات، فهذه القيمة نضيف عنها 5 درجات لنستنتج درجة الحرارة عند مستوى 2 متر، فنقول بأنه الحرارة يعني أنها تقريبا تساوي 25 درجة بطنجة عند مستوى ارتفاع 2 أمتار. هذا بطبيعة الحال يجب أن يستلزم شروطا، ومن بين هذه الشروط أن لا يكون هناك انعكاس حراري، يعني يجب أن نتأكد هذه العملية غنديروها أوتوماتيك، يعني خصنا نتأكدوا بأن راه ما عندناش واحد لانفيرسيون تيرميك. اش نقصدوا بالانفيرسيون تيرميك؟ أنه الغلاف الجوي في ذاك النهار بديك المنطقة ما خصوش يعرف ارتفاع في الحرارة مع الارتفاع. هنا مثال لموجة حر عرف المغرب لو 15/07/2016، وتلاحظون مثلا وسط المغرب قرب من فاس مكناس إلى آخره الحاوز جميع المناطق تقريبا ديال المغرب شهدت واحد القيمة ديال الحرارة عند مستوى ارتفاع المساحة الإيزوبارية 58 هكتوباسكال، وهذه القيمة هي 30 درجة، يعني خصنا نزيدو 15 باش نقولوا بان النهار يعني تقريبا سجلت المغرب 45 درجه، وهذه تمثل موجه حر قويه عرفها المغرب انذاك. ثم الرياح، يمكن ان نستخرج كذلك من الخرائط الجويه بالاجواء العليا وبسطح الرياح. والرياح اولا الرياح كما يعلم الجميع فهي لها سرعه ولها اتجاه، السرعه هي بالمتر في الثانيه والاتجاه يكون على شكل رموز. الوغ فهذا الشكل هنا الرموز، اذا كان الرمز على شكل دوائر هنا فهذا يعني بانه انعدام الرياح. انعدام الرياح بحال الحاله اللي شفنا قبيله في البدايه في الحاله ديال ملي تكون عندنا اماغي باغومتري، يعني انعدام اختلاف الضغط بمنطقة
معين، يعني الضغط ما تتغيرش، وبالتالي فالرياح تكون منعدمة، وتنقول بأن لو طون اي كالم، يعني الطقس هادئ، يعني تنعدم فيه الرياح. ثم بعد ذلك نقوم بوضع خط مستقيم هكذا، ونضيف إليه ما يسمى بدي باربلي، دي بتيت بار، نزيدو ليه. إذن كل ما زدنا لي بار، كل ما هذا يعني بأن الرياح قوية. ثم عندما ننتهي من هاد لي بار، تنزيدو أربعة، ملي تنوصلو أربعة ديال لي بار، تنوليو نزيدو دي تريونغل مملوئين باللون الأسود، وتنبقاو عاوتاني نزيدو تنزيدو لهم دي بار. ثم ملي تتملؤوا تنزيدو عاوتاني دي تريونغل، وهكذا. فكلما كانوا لي باربلي اي لي تريونغل سيرتو كرموز للرياح، فهذا يعني بان سرعه الرياح قويه. واتجاه الرياح نستخرجه من خلال منين جايين، من البلاصه منين جايين، هاد فين محطوطين هاد لي تريونغل وهاد لي بار. يعني مثلا هاد الحاله، فبما انهم متواجدين في الشمال، فنقول بان الرياح هي رياح شماليه، هي رياح شماليه، هنا رياح جنوبيه غربيه، هنا رياح تقريبا غربيه، هنا رياح مثلا شماليه شرقيه وضعيفه، هنا رياح شماليه شرقيه وضعيفه، ممكن نقول مثلا هنا رياح شماليه وقويه. وقوه هذه الرياح كما تلاحظون تزداد مع تقارب خطوط متساويه الضغط. لاحظوا هنا الرياح قويه وشماليه، وهنا الخطوط متساويه الضغط متباعده، والرياح تكون ضعيفه. هذا نوع من الخرائط التي يمكن ان نستعملها على مستوى 10 امتار، نستخرجها على مستوى 10 امتار، وتبين لنا في حركيتها، تبين لنا المناطق المنخفضات الجويه ومناطق المرتفعات الجويه من خلال اتجاهاتها التي ذكرناها بعد قليل. ثم يمكن كذلك ان نتعرف عن الرياح عند هذه الرياح اللي تعرفنا عليها على مستوى السطح، ثم الرياح اللي تعطانا هنا في الخريطه هي الرياح على مستوى السطح، وتمثل الرياح على مستوى 10 امتار، 10 امتار. ثم يمكن كذلك ان نستخرج الرياح بالطبقات السفلى من الاجواء العليا، والرياح مثلا التي تهم 250 هكتو باسكال. عند هذا المستوى من الارتفاع، المساحه الازوباريه 250 هكتو باسكال، في هذه المنطقه من الاجواء العليا السفلى، فهي تمثل المنطقه بدايه منطقه الهواء الحر. الهواء الحر يعني الهواء الغير خاضع، غير خاضع للاحتكاك، غير خاضع للاحتكاك، والذي يحدث فيه اذا لو جيوستروفيزم. الجيوستروفيزم بارفي، يعني الرياح المتوازيه مع خطوط متساويه الخطوط الجو وضعيه. وهنا مثلا عند مستوى 850 هكتو باسكال بهذا اليوم مثلا 3/4/2019، يمكننا ان نستنتج هذه الرياح التي هي على شكل انجد، يعني تيار نفات بطبقات سفلى من الغلاف الجوي، بالنسبه للجبهه الحاره، لانه هنا تلاحظون بان هناك منطقه تقدم الهواء الساخن، وبالتالي فنشأت الجبهة الباردة الحارة هنا، ونشأت الجبهة الباردة هنا، وهذه المنطقة هي منطقة يمكن أن تكون منطقة تيار نفاث بالطبقات السفلى. وبالفعل عندما ننظر إلى هذه المنطقة نفسها، عندما ننظر إلى
الرياح على 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 الرياح وسرعتها، نلاحظ هذا التيار النفاث المتواجد بهذه المنطقة التي هي منطقة تنقل الهواء الساخن في اتجاه الهواء البارد، وهي منطقة الجبهة الحارة. ثم نلاحظ كذلك يعني تيار نفاث هنا يهم المحيط أو البحر الأبيض أو منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهذا التيار النفاث يلعب دورا مهما في إمداد المنخفض الجوي الأوروبي بالهواء القادم من البحر الأبيض المتوسط. ثم يمكن أن نلاحظ كذلك تيار نفاث هنا بالجزائر مثلا على شكل أنجت، يمثل يعني une situation orageuse، يمثل يعني لأنه معزول وصغير بمنطقة ساخنة لأنها في شهر أبريل، ويمثل إذن تواجد une situation orageuse هنا. ثم نلاحظ في فوق المغرب تيار نفاث قوي يشكل منخفضا جويا قد يكون سببا في نشأة كذلك تساقطات مطرية بالمناطق ديال الدرعة وديال التفهيدات. ولكن يجب كل هذا يجب دائما الرجوع إلى المعطيات والرجوع إلى هذا للتأكد من هذه الاستنتاجات الجوية. ثم يمكن أن نتعرف كذلك على الرياح بالأجواء العليا، يعني بالطبقات العليا من الغلاف الجوي عند سقف الغلاف الجوي، لنحدد مناطق للجيت ستريم. لأن قلنا مناطق جيت ستريم هي مناطق لاباروكلينيتي، وهي كذلك مناطق نشأة المنخفضات الجوية. إذن أنجيت دالتيتود يعني تيار نفاث بالأجواء العليا، ورياح حرارية كما قلنا لأن رياح تتبع الخطوط متساوية الحرارة. ونلاحظ أن هذه الرياح عندما نمر من 500 هكتور باسكال إلى 300 هكتور باسكال فهي تظل بنفس الشكل كما تلاحظون هنا، يعني نفس الأشكال، وكل ما كان اللون داكن يمر إلى اللون الأبيض، فهذا يعني بأن السرعة قوية. وهذه المناطق مناطق تيارات نفاثة، يعني تزداد قوتها وتزداد سرعتها كلما اتجهنا من المساحة الإيزوبارية 500 هكتور باسكال إلى 300 هكتور باسكال. وهذه الملاحظة أشرت إليها كذلك بالأمس عندما قلت بأن الرياح بالأجواء العليا تزداد قوتها كلما اتجهنا في اتجاه الأعلى، وكلما كنا يعني نعيش فصل الشتاء بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية. وبالفعل هنا ثلاثة خرائط لنفس اليوم عند مستويات مختلفة من الارتفاع 58 500 و 300 هكتور باسكال، ونلاحظ كيف أن الرياح تزداد قوتها كلما اقتربنا من طبقة لاتروبو بوس. السرعة الأخرى وهي السرعة الممثلة للسرعة الرأسية، وهذه السرعة الرأسية معطيات هذه الخريطة الجوية هي مهمة جدا لأنها تحدد لنا المناطق التي تعرف تصاعد الهواء يعني عدم الاستقرار، ومناطق نزول الهواء وهي مناطق استقرار جوي. إذن هذه السرعة الرأسية هي كما قلت تشكل لنا المناطق التي يعني تعرف تصاعد ونزول الهواء لتصحيح انعدام التوازن الجيوستروفيكي، لأنه الحركة الرأسية هي بمثابة حركة
هي تحاول أن تعيدنا إلى الوضعية العادية الجيوستروفيكية. إذن بالنسبة لمناطق التصاعد، يعني هذه عمليا إذا بغينا نقراو الخريطة، منطقة التصاعد هي المنطقة التي تعرف قيم سالبة، والقيم التي والمناطق التي تعرف نزول الهواء فهي تعرف قيم موجبة. فإلى هنا ناخذ يعني نظرة سينوبتيكية لهذه الوضعية، واللي هي تنشوفوها هنا عند مستوى المساحة الإيزوبارية 700 هكتو باسكال، وهي تمثل حالة اليوم، تمثل حالة اليوم. فكل ما هو باللون الذي يميل للون الأحمر أو الوردي أو هذه الألوان، فهذا يعني بأننا فهي منطقة، فهي قيم سالبة، وبالتالي فهي مناطق ديال تصاعد الهواء. والمناطق التي تميل إلى اللون البنفسجي فهي موجبة، وبالتالي فهي تمتاز بنزول الهواء. وإذا نظرنا إلى المغرب هنا، موقع المغرب هنا، تلاحظون بأن جنوب المغرب، جنوب المناطق الجنوبية من المغرب وجزء من الأطلس الصغير، فهي عرفت حركية تصاعدية تسببت في غالبا في حدوث تساقطات مطرية، وكذلك بوسط المغرب والشمال والجزء الشمالي الغربي من المغرب كذلك قيم سالبة، قيم سالبة تدل على حركية تصاعدية للهواء. في حين أن مثلا منطقة الحوز والمناطق الأطلنطيكية هنا فهي عرفت قيم موجبة، وهذا يدل على أنه هناك استقرار، يعني حركية نازلة واستقرار جوي. ويمكن إذن أن ندرس هذه الحركية الرأسية للهواء عند مستويات 750 هكتو باسكال. وفي الأخير الرطوبة الجوية، والرطوبة الجوية هنا هي ممثلة عن طريق الرطوبة النسبية، ويمكن أن نستعملها ونصاحبها بصور الأقمار الاصطناعية التي تمثل السحب، التي تمثل السحب، ونحاول أن نقارن، يعني عمليا نقارن ما بين نسبة الرطوبة النسبية بالمنطقة التي ندرس وتواجد السحب بالنسبة لصور القمر الاصطناعي. وللدراسة السينوبتيكية هناك مستويات ارتفاع لدراستها، والمستوى الارتفاع الذي نحدده وهو مستوى ارتفاع 700 هكتو باسكال، 700 هكتو باسكال. وتلاحظون بأن نسبة تواجد السحب، يعني تواجد السحب يعني تواجد رطوبة نسبية، رطوبة نسبية. ونلاحظ بأنه هذه المنطقة مثلا المغرب يوم في هذا اليوم أو الأمس، بالأمس 23 فبراير 2022 12 زوالا، فنلاحظ بأن هذه الرطوبة النسبية وصلت إلى 60 أو 90% في بعض المناطق. وبطبيعة الحال جميع، يعني عندما ننظر إلى هذه الخارطة، فجميع المناطق التي تعرف تواجد جبهات باردة أو حارة واضطرابات جوية فهي مناطق غنية بالرطوبة، الرطوبة النسبية. وبما أننا نتحدث عن مستوى ارتفاع 700 هكتو باسكال، فلطاج أو طبقة السحابية إذا بغينا نقولوا، فهي تكون على شكل ديزالتو كيميوليس ديزالتو ستراتوس، يعني سحب ركامية
عالية أو سحب عالية طبقية ألتو ستراتوس. وهذه الوضعية ليوم أمس عندما ننظر إلى الوضعية الجوية لنفسي اليوم تقريبا مع واحد الاختلاف في الساعات، نلاحظ بأن هذه المنطقة الغنية بالسحب كيف أن هذه السحب بعد مرور بعض الساعات انتقلت في اتجاه الشمال فوق يعني إسبانيا وجزء منها البرتغال، وبالتالي فنحن نتأكد من أن هذه تواجد هذه الرطوبة هي في الواقع تمثل تواجد السحب. إذن بهذا أكون قد أنهيت هذا العرض المتعلق بكيفية دراسة الخريطة الجوية. ويعني كخلاصة يمكن أن أقول بأنه الخريطة يعني دراسة الخريطة الجوية يجب أن ندرسها اعتمادا على الخرائط الجوية على مستوى سطح البحر، واستخراج بعض المعطيات الفيزيائية التي ذكرت الآن، استخراج المعطيات الفيزيائية بمستويات مختلفة من الارتفاع، وهذه المعطيات يتهم بأساس الحرارة والرطوبة والرياح. إذن شكرا على تتبعكم وأعطي السلام عليكم الأساتذة الكرام، معكم عزيز محجوب أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمسيك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وفي إطار تنسيق هذه الورشة كنشكر الأستاذ الفاضل الشكر الجزيل أستاذ الكبير محمد حنشام على المداخلة ديالو القيمة حول موضوع أسس قراءة الخريطة الجوية، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية دهر المراس فاس، مختبر التراب والتراث والتاريخ. هذه الورشة اللي كتدخل في الأسبوع الخامس للملتقى العربي الرقمي للتكوين حول جغرافية المناخ الأسس النظرية والتطبيقية. كنشكرك أستاذ وشكرا على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا في المداخلة. حتى لا نطيل سنفتح باب النقاش للباحثين الكرام، سواء يعني كانت أسئلة يعني مباشرة ولا أسئلة كتابة يعني على الجدار في الأيمن ديال الصفحة، يعني تفضلوا مشكورين. شي سؤال؟ أظن بأنه كاين سؤال على ما أعتقد ديال عصام لاغا. دعنا نسأل، كاين أسئلة كتابية. أيه. عصام. أستاذ عصام يسأل: بارك الله فيك أستاذ على الشرح الوافي وهذه الحصة ممتعة جدا. الأستاذ عصام طرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول متعلق في صورة تكاملية لديناميكية الغلاف الجوي والدورة الهوائية، ما هي العلاقة التي تربط جبهات السطح والمستويات العليا بالتيار النفاث؟ السؤال الثاني اللي طرحه الأستاذ عصام: هل شدة نشاط الاضطرابات الجوية متعلقة بزاوية التباعد بين الجبهة الحارة والباردة، كذلك مدى مستوى الجبهة المتكاملة؟ أستاذ حنشان ممكن تفضل إلى كنت شيء إضافات في الإطار. بالنسبة للأسئلة ما أذكرش أنني قرأها، القراءة تكون باش
أستاذ خذ راحتك يا أستاذ. نقلب عليها باش نقراها. في صورة لدي ثلاث أسئلة، في صورة تكاملية لديناميك الغلاف الجوي والدورة الهوائية، ما هي العلاقة التي تربط جبهات السطح والمستويات العليا للتيار النفاث؟ إذن بالنسبة بطبيعة الحال كما قلت سابقا، الجبهة الباردة والجبهة الحارة يعني هي مناطق تقابل الهواء البارد والهواء الساخن، وتواجد المنخفض الجوي بهذه الجبهة يعني عندما يتطور الاضطراب الجوي يتشكل لنا منخفض جوي، وهذا المنخفض الجوي ممكن له يستمر إلا بمرور تيار نفاث بالأجواء العليا. علاش مرور تيار نفاث بالأجواء العليا؟ هذاك التيار النفاث الدور ديالو هو أنه الهواء ملي تصعد، فباش ما يبقاش فوق المنطقة المنخفضة، فالتيار النفاث تدفعه بهذه الطريقة، تدفعه يقوم بإبعاده عن منطقة التصاعد باش يصعد هواء جديد. وبهذه العملية يعني الدور ديال التيار النفاث هو خلق استمرارية تصاعد الهواء من السطح، فإلا التيار النفاث ضعف أو لا غير من المسار ديالو تيموت المنخفض الجوي، تيموت المنخفض الجوي، ويحاول أن يربط ذلك بموجات روسبي. الوغ موجات روسبي هي موجات يعني بعيدة المدى، يعني كما قلنا كوكبية، يعني تدور على كوكب الأرض، وهذه الموجات التي تكون على شكل وادي وظهر هي تساهم في نشأة الاضطرابات الجوية على السطح. ولكن هذه يعني لي زوند دو روسبي هما دي زوند اللي تنشأوا يعني على مدى جغرافي واسع جدا، وقلت سابقا ان الذي يحدثها هي الجبال العالية، جبال الروكي بكندا وامريكا، وجبال الهيمالايا كأعظم جبال على سطح الارض، بالإضافة الى مرور التيارات الهوائية، مرورها فوق التيارات المحيطية الحارة. ومحليا يمكن أن تحدث بعض التموجات لأسباب تقريبا مشابهة، عامل جبلي أو عامل اختلاف في درجة حرارة سطح المحيط مقارنة مع اليابسة. مثلا يعني ما يحدث الآن بالمغرب يمكن أن يكون سببا في نشأة واحد لا بيتيت فالي صغيرة اللي تكون سبب في 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 حدوث اضطراب معين. وبطبيعة الحال ماشي جميع الاضطرابات هي مرتبطة بليزوندولاسيون دو روسبي، تتعطينا دي زون دو باروكلينيتي اللي تتستافد منهم بالأساس أوروبا. المغرب في حالات قليلة فاش تكون هاد الحالات. وتنظن بأنه جاوبت على السؤال الأول. الثاني، هل شدة نشاط الاضطرابات الجوية متعلقة بزاوية تباعد بين الجبهة الحارة والباردة، كذلك مدى توسع الجبهة المكتملة؟ بون، بالنسبه للنشاط الاضطراب الجوي والقوه ديالو، الا كنا بغينا نهضروا على شده نشاط الاضطراب الجوي، فهو يمكن ان نلاحظه في الخريطه الجويه من خلال توغل ديال المنخفض الجوي. يعني
يعني كل ما المنخفض الجوي بحال كما شهدت اوروبا مؤخرا هاد الاعاصير اللي عرفتها مؤخرا اوروبا الاعصارين الاخيرين، فإلا شفنا في الخرائط الجويه تلاحظوا بانه يعني على شكل خليه ضيقه جدا تبين شده المنخفض الجوي وقوته التصاعديه التي تحدث بطبيعه الحال رياح قويه، لان شده الاضطراب نقصها بسرعه الرياح، وسرعه الرياح تكون قويه بتقارب الخطوط المتساويه الضغط، وهذا التقارب يزيد اكثر واكثر كلما تقلصت رقعه المنخفض الجوي، كلما تقلصت رقعه المنخفض الجوي. شكرا استاذ. الا كان ممكن كاين واحد السؤال ثالث للاستاذ عصام. هل يكفي لدراسه الحاله الجويه التطرق فقط الى الحاله السطحيه ومستوى 500 هكتو باسكال دون الرجوع الى التيار النفاث لتحديد المناطق الباروكلينيه؟ ممكن بطبيعه الحال. احنا فاش نشوفوا الحاله الجويه عند مستويات مختلفه فقط للتاكد من التحليل، ولكن الا كنا بالممارسه لانه الخريطه يعني استعمال الخريطه الجويه بشكل يعني مكثف يجعلنا اننا نشوفوا مثلا غير جوج ديال المستويات ونقدروا نستنتجوا يعني ندرسوا نصف الحاله الجويه. التاكد من التيار النفاث تيبان بشكل ايجابي جدا عند مستوى 300 او 200 هكتو باسكال، ولكن يمكن لنا نكتفيو بالسطح وب 500 هكتو باسكال بطبيعه الحال، وهي في الواقع هي الحاله المعهوده في دراسه الحالات الجويه. ولكن اذا كان بعض الشك او ما متاكدينش بعض المعلومات يمكن لنا نستافدوا من الجو. بالاضافه الى كذلك كما قلت 150 هكتو باسكال والحراره، يعني لا كومبينيزون ما بين 850 هكتو باسكال والحراره مهمه جدا، لانها تعرف تتبين لنا المناطق ديال الجبهات، المناطق ديال الجبهات، الجبهه البارده والجبهه الحاره، كذلك يمكن لنا نستعنوا بها، لان 500 هكتو باسكال يلا تعطينا التيارات الهوائيه الكبرى، تقدر تعطينا التيارات الهوائيه الكبرى، وتقدر تعطينا المناطق ديال لان 500 هكتو باسكال مزيان تسحبوا مع لا تمبيراتور مع لي زيزوتيرم باش نشوفوا داك التقاطع اللي تيوقع واللي تيبين لنا لي زون دو باوبينيت. فوالا، اذا تنظن بانه الوغ كاين سؤال اخر سي محجوب. استاذ حنشان كاين السؤال ديال الاستاذ الحسن العالمي راه مكتوب كذلك في الحائط في الاسفل، كان ممكن. انا عندي هنايا بعدا واحد السؤال ديال مصطفى جديه. اللي فيه هل يمكن الاعتماد على تحميل صور الاقمار الاصطناعيه لدراسه وتحليل المعطيات الجويه لجزء من التراب المغربي؟ اذا كان الامر كذلك كيف يمكن على مستوى الارتفاع اختيار وتحديد المساحات الزباء؟ إذا كان الأمر كذلك كيف يمكن اختيار وتحديد المساحات الإزوبارية؟ نو الأقمار الاصطناعية قلت في الأخير هي اللي ذكرت عليها في هضرت عليها في الأخر، الأقمار الاصطناعية يعني تعطينا نسبة تواجد السحب اللي تنشوفها أو اللي تنتقربوا منها عندما ندرس مثلا المساحه الايزوباريه 700 و 850 هكتو باسكال بالنسبه لدرجه الرطوبه، والصور الاقمار الاصطناعيه ما تعطيناش نظره على 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 المستويات ديال 500 او ديال 200 او 300، نو تعطينا يعني نقدروا نشوفوا السحب او الصور الاقمار الاصطناعيه في السحب، نقدروا نشوفوها مثلا في لو فيزيبل ونقدروا نشوفوها في الانفراروج، وهذه عاوتاني يعني تقنيه اخرى يمكن نستعملوها باش نعرفوا غير
المستويات ديال السحب، يعني تنسو السحب في الفيزيبل وفي لافاروج وفي لو كانال ديال الفابور، كانال ديال الفابور تعطينا نسبه الرطوبه. وبالنسبه للسحب في لو فيزيبل سي سورتو السحب العاليه، وفي الاخرى في السحب القريبه من السطح، ولكن ما 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 ما, ما تكونش عندنا امكانيه لتحديد المستويات الايزوباريه بالنسبه للاقمار الصناعيه، بالنسبه للاقمار الصناعيه. ولكن المهم اننا كذلك نستعن بها لان تعطينا يعني اشياء مهمه حول نسبه السحوب والتشكل ديالها والحركيه ديالها. كاين احسان العالمي ياك استاذ احسان العالمي. السؤال هو كالتالي: نحن نستعين بخرائط الطقس الشموليه لدراسه الهيدرومورفولوجيا بغرض تحديد طبيعه الاضطراب الذي ينتج عنها تشكل السيول، وبالتالي نستعين بخرائط السطح و500 هكتوباسكال ليتسنى لنا كذلك كم يوم يجب أن ندرس. ما فهمتش المقصود ديال هذا السؤال. على المداخلة، أعتقد كان خطأ في الكتابة ديال الكلافي. ممكن تطرح السؤال ديالي؟ نعم وي. قلت السؤال ديالي كتساري، حنا في الدراسات الهيدرومناخية كندرسو السيول، والهدف ديالنا من دراسة هاد السيول هادي هو التحديد ديال أماكن التشكل ديال الأماكن ديال النشوء ديال الاضطرابات والمسار ديالها، المسار ديالها. وكنستعنوا في هاد الدراسة هادي بخرائط ديال مستوى الصفر ومستوى 500. السؤال ديالي هو كم يوم يمكن نستعملوه باش نحددوا المسار ديال الاضطراب، يعني واش يومين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ بالنسبه للاضطراب الجوي على اي اتحاد، كما قلت قبيلات الاضطراب الجوي ما يعني في المغرب ما تيدومش اكثر كاع، يعني اكبر تقدير ما تفوتش 5 ايام، ولا كنت تديروا الدراسه الهيدرومناخيه. فبداية إذا بغينا ندرسوا إذا بغينا نديروا الدراسة الهيدرومناخية علاقتها مع الحالة الجوية، فأول شيء يجب بعدا نرجعوا للمعطيات الهيدرومناخية ونشوفوا السلسلات المطيرة، نستخرجوا السلسلات المطيرة، ومن خلال السلسلات المطيرة والتاريخ ديالها إن توقعت غادي نلقاو بأن كاين جوج أيام، ثلاثة أيام، إلى أبعد تقدير 5 أيام، 5 أيام متتالية، 5 أيام متتالية على أبعد تقدير. غادي ديك الساعات نمشي أنا دوك 5 أيام ونمشي للخرائط الجوية ديال السطح وديال 500 هكتو باسكال ونتبعها كيفاش الحالة الجوية، كيفاش الاضطراب الجوي تطور، كيفاش تطور وكيفاش تحرك. بطبيعة الحال هو دائما يتطور ويتحرك من الغرب في اتجاه الشرق دائما. احنا تنشوفوا فين كاين الموقع ديالو، تنشوفوا شحال القوه ديالو، تنشوفوا جا يعني لسبب ما، لانه يا اما على شكل امتداد وادي او على شكل قطيره مائيه او على شكل نشاه انسيكلوجينيز لوكال، يعني سي ديبرسيون ماشي سميتو ماشي ان كولي فخواد مثلا اون التيتود اللي عطاتو، ولكن سي بلوتو لا فورماسيون دون ديبرسيون لوكال، دون ديبرسيون لوكال سو سينوبتيك كما تنسميوها، اللي يمكن لها تكون تشكلت كان سبب داك الشيء، يعني على حسب الوضعيه. مي خصنا نعرفوا باش نشوفوا عدد الايام، خصنا نشوفوا عدد الايام ديال السلسله المناخيه، يعني شحال ديال الايام تحت الشتاء باي كميه، وكيفاش تطور الاضطراب الجوي. ترجعوا للخريطه
ديال نفس الايام، ربما كاع بعض المرات ترجعوا للقبل باش نفهموا التطور. يمكن لنا نرجعوا للقبل باش نعرفوا منين جا الاضطراب وكيفاش تطور وكيفاش وكومو الى ايفولي. يعني نقدر نشوفوا يومين ثلاث ايام قبل ونبقاو غاديين تنشوفوا باش نفهموا التطور، نفهموا داك التطور ديال سميتو. خصنا دائما فاش ناخذوا الخريطه الجويه نكونوا عارفين اش غادي نخرجوا منها، شنو هو المعطى اللي غادي نخرجوا منه. فانا وريتكم الان واحد المجموعه ديال الخرائط، هذوك الخرائط اللي استعملتوهم راهم كافيين باش انه يعطيكم واحد الكميه من المعلومات باش يمكن لكم تشرحوا ديك لا سيتوياسيون، ديك لا سيتوياسيون ميتيرولوجيك. شكرا جزيلا استاذ. اشكرا. كاين سؤال ديال بوكري عبد الحكيم، سؤالي حول السحب الناتجة عن مختلف الجبهات، هل هناك اختلاف في كمية ومدة التساقطات الناتجة عن السحب التراكمية أو الركامية الناتجة عن البلبلة والسحب الطبقية الناتجة عن الجبهة الحرة؟ هذا سؤال مهم ووجيه جدا. اعتذر استاذ عبد العظيم، راه غير عبد العظيم داكور. الو، بالنسبه كيف ما شفنا في الجبهه البارده، هي تتسم بتقدم الهواء البارد في اتجاه الهواء الساخن، وهذا التقدم يؤدي الى انزلاق الهواء البارد تحت الهواء الساخن، وبالتالي فهناك عمليه ديال تصاعد الهواء الساخن تصعد بواحد الشكل، الهواء الساخن تصعد بواحد الشكل قوي جدا فتعطينا سحب ركاميه. الوغ السحب الركاميه تعطينا تساقطات مطريه اللي هي قويه وعنيفه والمده ديالها ما تكونش طويله بزاف. الجبهه البارده تتكون يعني بكميات مهمه جدا، في حين ان في الجبهه الحاره الميزه ديالها ان تصاعد ديال الهواء الساخن، تصاعد الهواء الساخن فوق الهواء البارد يكون تصاعد بطيء ولا يكون قويا، وبالتالي فالسحب تكون سحب يعني قريبه من السطح وغنيه ببخار الماء، ولكن كون انها ما طلعتش بزاف فهي ستعطينا تساقطات مطريه خفيفه، وهي غالبا ما تحدث في المغرب. التساقطات الخفيفة تنقول بأنه الشتاء خفيفة وتتبقى المغرب، إلى لاحظتوا بعض الأحيان تتكون واحد الشتاء خفيفة وتتبقى مستمرة النهار كامل وما ما تدير حتى شي حاجة، ما تدير حتى شي مشكل، يعني في المدينة ولا في العربية، وهذه تتكون مهمة بالنسبة للفلاحة وتتكون مهمة بالنسبة لبداية الموسم الزراعي. ففي الجبهة، هذه الجبهة الباردة بما أن الصعود يكون بطيء وغير قوي فتعطينا السحب، تعطينا تساقطات مطرية اللي ما تكونش عنيفة، ويمكن لها تستمر مستمرة على مدى مثلا يوم كامل، وفي غالب الأحيان ما تكون مصحوبة بتساقطات ثلجية فوق الجبال، لأن خص تكون عندنا لا ميموار دائما في ملي تكون التساقطات المطريه. مثلا في هذه السنه ميم اللي هي سنه جافه، واحد الايام كانت يعني السماء كثيفه بمناطق المغرب، طاحوا تساقطات مطريه وفي الجبال، مثلا جبل بويبلان وفي المنطقه ديال المويانات ديال افران، كانوا تساقطات ثلجيه وما تنشوفوهم، ما تنشوفو دوك الثلوج اللي تساقطت على الجبال حتى تتحيد ديك الغيوم، يعني في ديك الوقيته ولكن ما تنشوفوهمش، ولكن الفو تحيد الغيوم اذا فهذا يعني فعلا ان هناك اختلاف في القوه، وهناك اختلاف في الفتره الزمنيه. نظن أسئلة للطرحات نأمل أنكم جاوبت عليها.
حجوب. شكرا استاذ. بالنسبه للباحثين واش كاين شي سؤال اخر ولا شي تدخل؟ استاذ محمد حنشان كنشكرك مره اخرى استاذنا الفاضل على هذه الاضافات والتوضيحات القيمه، وفي الحقيقه انها هادفه وكان واحد التفاعل ايجابي يعني مع الاسئله ديال الباحثين اللي كنشكرهم بدورنا وكنحييهم على استماتتهم في هذه الورشه والحضور الوازن والتفاعل البناء لتحسين المعارف الجغرافيه وبناء المكتسبات المعرفيه. في حاله بالنسبه للباحثين اذا لم يكن هناك اي سؤال او اي اضافه سنعمل على رفع هذه الورشه لنلتقي ان شاء الله في ورشه قادمه، وتحيه طيبه لكم. شكرا شكرا محجوب، وتبارك الله عليك وابيانتو ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ، وشكرا للباحثين، وليله سعيده للجميع. الى اللقاء، وحد موفق لجميع الطلبه والطالبات.